Hi, everybody. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for today. In the name of Allah, most gracious, most merciful, today we'll deals with chapter number 2, who dealing with or including phrasal verbs. And deal with literal and idiomatic meaning. Here, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, محاضرتنا اليوم, اليوم الثاني أو محاضرة الثانية تتعلق موضوع أو موضوعين. موضوع الأول اللي يتعلق بالفريسل verbs هي الأفعال الفريسل. هنا أنا مطيكم عدة تمارين ولكن بالبداية let's explain what's meaning by phrasal verbs then we'll return to their to the its exercises. So here phrasal verbs هنا أنا عدكم الفريسال verbs أول mention اللي هو عاملة أو اللي هو شرح عنه بأنه sometimes a phrasal verb has an object. يقول هنا أنا بعض المرات أو دائما بأنه الفريسال verbs هنا أنا تأتي مثل تكون أفعال متعدية أو جملة متعدية فعلها يكون متعدي يأخذ مفعول به. Usually there are two possible positions for the object. So you can say هنا أنا بالفريسال verbs الفريسال verbs بأنه فعل فعل إلى معنى فعندما تحطين حرف جر يكون خاص به يعني يكون المفروض نحفظه ما نستخدمه من أنفسنا فرح ينطي رح ينطي اسم أو معنى مغاير للمعنى إذا كان الفعل وحده فهنا أنا تان بمعنى هنا ينعطف إذا تان وحده بمعنى ينعطف إذا تان أون بمعنى يشغل أو يفتح جهاز معين فهنا اختلف المعنى اختلاف جذري فهنا يقول الملاحظة الثانية بأنه المفعول به اللي يأتي بعده إلى موقعين يا إما يظل نفس موقعه بعد الحرف الجر أو من المسموح إلى أنه يكون بين الفعل وحرف الجر مالته بدون أن يمس بالمعنى نهائيا يعني عندكم هنا موقعين للفريزال فيربس يا إما نقول I turned on the light الضوء أو نقول I turned the light on هنا دائما الon مثل ما ذاكرين حاطين سهم هنا دائما يكون هنا ينطي نفس المعنى turned on أو turned the line on هاي بالنسبة للموقع مالته if the object is a pronoun يقول هنا إذا هذا بدل the light ضمير مفعول به اللي هو it أو them أو me أو him only one position is possible يقول هنا إذا كان ضمير فهنا يقول فقط يكون بنهاية الجملة أو بعد الحرف الجر I turned on it. هنا أنا نجي للأمثلة يقول could you fill this form هل تستطيع filling this form هل تستطيع أن تملي هذه الاستمارة أو could you fill this form in هنا أنا يأتي بكل الحالات الفريزال فيرب بدون أي قاعدة معينة نفس القاعدة نقول هنا أنا they gave me a phone هو هم أعطوني استمارة and told me to fill it in هنا أنا عندكم don't throw away this postcard away هنا أنا عدكم شواذ البعض بعض الكلمات يقول هنا أنا I want to keep this postcard so don't throw it away
أين أنا بقية الحال للأفعال أو الجمل البقية؟ يقول هنا أنا بالملاحظة الثانية عندكم هنا أنا أحرف جر in, on, up, away, round, about, over, by, out of, off, sorry, down, back, through, along, forward. يقول هنا أنا we can say look out, get on, take off, run away. هنا أنا عندكم بالتمارين. التمارين هنا ركزوا على الفريزال فيربس اللي موجودة بالتمارين. هنا أنا بالملاحظات مطيكم المعنى للفريزال فيربس وجمل أخرى. ممكن بأنه أنطيكم الفريزال فيربس ونعمل من عدها جملة، أو بالعكس، أو مثلا أنطيكم الفعل وأقول بأنه which preposition we can use with this verb to be a correct phrasal verbs. فهنا تنتبهون للأفعال أو phrasal verbs اللي موجودة بالتمارين بالكتاب الهدوي. هنا عندنا أمثلة get on, the bus was full, we couldn't get on. جيرون يعني بمعنى لا نستطيع أن نقل يقلنا، لا يستطيع أن يعني ما نقدر أن نصعد به. Drive off, a woman got into the car and drive off، وأشرعت بالسياقة. Come back, Sally is leaving tomorrow، هي راحلة غدا. And coming back on Saturday، وهي ترجع. Coming back، come يأتي، come back يعني بمعنى يرجع يعود يوم السبت. Turn around، when I touched him on the shoulder he turned around. إن أنا أقول but often the second word on, off, out gives a special meaning to the verb. هاي إحنا قلنا عنها بأنه أكو بعضهن ينطن الفعل ينطي معنى، وإذا وضعنا الحرف الجر المناسب ينطي معنى مختلف تماما. فهنا يقول sorry I'm late the car broken down، يعني قد تهشمت أو قد عمل أو عطل شيء في السيارة. The engine stopped working، يعني الجهاز مالتها توقف. هنا break بمعنى ينكسر، break down بمعنى يتعطل. Look out هنا أنا there is car coming. Look out يعني انظر للخارج أو انظر لمدى بعيد، أي بمعنى انتبه كن حذر. Take off هنا أنا it was my first flight. I was nervous as the plane take off. Take off يعني took off. هنا take بمعنى يأخذ، took off بمعنى هنا يعني يقلع. وبالنسبة هنا عندكم get on and get by، هنا أنا مطيكم بمعناها بين to practice. هنا أنا عندكم معاني ثانية. Sometimes a phrasal verb is followed by a preposition. عندكم run away from، هنا أنا يقول بأنه يأتي بعد الفريسال فيرب اللي متكونة من فعل وحرف جر يأتي حرف جر ثاني run away from or keep up with or look up at or look forward to. هنا أنا مطيكم عندة phrasal verbs. It's not important all of it, all of them, but you can choose or select the important one that use it in your exercises as a homework. هنا أنا بالنسبة لهن الفريسال فيربس، هنا أنا تختارون الأفعال اللي موجودة بالتمارين نفس الفريسال فيرب مع هنا جملة من المحاضرة. عندكم هنا لحد هنا فريسال فيربس
بعض المقاطع الفريسال فيربس مع their sentences وجملها. هنا أنا موضوع ثاني اللي هو بداية at the beginning of unit 2 اللي هو يتضمن ال present perfect. present perfect هنا أنا كموضوع present perfect يقول هنا أنا مطيكم كذلك مطيكم بعض التمارين، ولكن قبل أن أنه نحلهن يجب أنه explain what you mean by perfect present perfect and what is the correct or exact position on the graph and how could I include it in the sentence and what I included or added. هنا عندكم الملاحظة الأولى للpresent perfect اللي هو المضارع التام. present perfect المضارع التام. المضارع التام هنا يعني فتشي انتهى عمل بالماضي وانتهى وقت حدوث أو وقت التكلم. النون وصل الوقت التكلم فانتهى ما بيستمرارية بعد. فهنا يقول I have lost my key. I have lost my key. هنا بالأمثلة Tom can't find his key. He lost his key. He has lost his key. He has lost his key and he doesn't have it now. يعني هنا بمعنى هو فقد مفتاح، يعني للآن هو فاقد. انتهى الفعل يعني لحد الساعة ما وجده. هنا الـ present perfect القاعدة مالتها تتكون من الضمير أو الاسم اللي هو يكون كفاعل الـ I, we, they, you. هنا بحالة صيغة جمع، والهي والشي والإت صيغة مفرد أو اسم يعوض عنهن. هنا عندكم المضارع التام يأتي بعد الفاعل، ما يأتي بعد الفاعل مباشرة فعل، وإنما يأتي auxiliary. الauxiliary مالت المضارع التام هو has إذا كان الفاعل مفرد والhave إذا كان الفاعل جمع. نقدر نختصر بحذف ال ha ونضيف apostrophe s. With هنا followed by past participle of the verb. هنا وراها يجي التصريف الثالث للفعل. هنا التصريف الثالث للفعل يكون من نوعين من الأفعال، يا مفعال قياسية اللي يضاف إلها ed اللي يضاف إلها ed. وهنا عندكم قواعد إضافة ed إذا كان نهايتها حرف علة وقبل حرف صحيح واحد يقلب الواي إلى i ونضيف ed. إذا كان نهايته e يضاف d فقط. إذا كان نهايته حرف صحيح وقبل حرف علة إذا كان نهايته حرف y وقبل حرف صحيح يقلب الواي إلى i. إذا كان نهاية الفعل الفعل حرف صحيح وقبل حرف علة علة واحد يضاعف الحرف الأخير وضاف ed. هنا أنا بالنسبة للأفعال الغير قياسية اللي شاذة كنت نحفظ. هنا أنا راح بحالة الماضي بعض الأحيان الماضي والتصريف الثالث يكون نفس الفعل مثل cut 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 أو build built built أو etc. أكو هواي أفعال شاذة. هاي الأفعال الشاذة كنت نحفظ write wrote written. هنا راح تتغير بين الماضي والتصريف الثالث فكون تنحفظ الأفعال الغير قياسية. هنا نأتي هاي الملاحظة The present perfect symbol is have has plus past participle. يقول هنا هذا نفس اللي شرحناه بينه the past participle often ends in ed مرات تنتهي بالed مثل like finished decided. هنا فقط decide نهايته اي ضفنا دي. هنا finish s h والاي اس والسي اتش هنا هاي نضيف لها اي دي مباشره. ولكن بعضها irregular مثل lost do did done write wrote written lose lost lost. هنا عندكم ملاحظه ثانيه
يقول هنا أنه when we say something has happened it's usually new formation. يقول المضارع التام شو وقت نستخدمه؟ نستخدمه إذا شيء أو خبر جديد نقوله، ولكن شنو؟ قد انتهى، قد انتهى مع حدوث التكلم الآن، مع وقت تكلم الآن. مثل من I've cut my finger اللي هي I have cut my finger، يعني هنا انتهى، انقطع الأصبع وانتهى، ولكن الحدث لم يكن بعيد، وإنما كان قريب جدا من لحظة التكلم. فهنا يعتبر a new formation، معلومة جديدة. Like the road is closed. The road is closed. الطريق مسدود. There's been an accident. There has been an accident. يقول هنا الطريق مسدود، وهنا يعني بمعنى انه اكو accident، حادث. فهنا الشغلة حديثة، يعني بعدين عرفت بانه اكو حادث، يعني قريب لحظة التكلم عرفت انه حادث. نجي هنا الملاحظة الثانية، when we use present perfect there is a connection with noun، هذا ذكرنا بأنه أكو ترابط مع النون. The action in the past has result noun، يعني يقول بأنه أكو إلى علاقة، يعني منتهي ويا لحظة التكلم خبر جديد، يعني بمعنى أكو نتيجة جديدة، ولكن قد انتهت، ولكن لم يمضي عليها وقت. Tom has lost his key. He doesn't have it now. يعني بمعنى أنه توم فقد مفتاحه، يعني بمعنى أنه لم يجده الآن. He told me his name, but I have forgotten it. He told me his name. هو أخبرني باسمه، but ولكن أنا نسيته. يعني الآن I can't remember it now. يعني الآن ما طرى حدث جديد، ضليت ناسيته. هنا أنا مطيكم تنتبهوا لي لهاي الشغلة. Compare gone to and been to. Gone to and been to. يقول هنا أنا James is on holiday. James is on holiday. He has gone. هنا ننتبه للهاز. He has gone to Italy. He has gone to Italy. هنا الهاز ننتبه له، مو فعل رئيسي. مو فعل رئيسي. أنتم عندكم تمرين بداية يونت الأول بين الهاز apostrophe s إذا كان أصلها has، وبين الأبوستروفي S إذا كان أصلها is. فإذا كانت الهاز بعدها تصريف ثالث، إذا كانت الاس أبوستروفي S اختصار S بعدها تصريف ثالث، هاي ذكرتها مسبقا، فإن هاي الاس هي أصلها has مو is. أما إذا كان الاس أبوستروفي S أصلها هنا بعدها يأتي صفة أو ظرف أو اسم أو حرف جر، يعني بمعنى هاي الأبوستروفي S هاي is. فتنتبهون لهاي الفقرة. فيقول هنا James is on holiday. He has gone to Italy. هو ذهب لإيطاليا. إيطاليا. وبين Amy is back home now. Amy رجعت إلى البيت الآن. He has been to Italy. He has been to Italy. يعني هنا الفرق هنا اثنيناتهم تصريف ثالث، ولكن هنا إذا شفتوا been to مو تكمل الجملة مباشرة، gone وراها to أو been وراها to، يعني هاي بمعنى هنا بمعنى أنه كانت مسبقا رايحة لإيطاليا مو هسة. أما has gone to بمعنى أنه هنا he is there now or his way there، أو هو كان هنالك، أو هو في طريقه إلى إيطاليا. هنا عندكم branch C اللي هو المهم. عندكم هنا الظروف اللي تأتي مع المضارع التام present simple or simple present perfect.
هنا الضمائر اللي تأتي واللي تبين هاي الجملة مضارع تام اللي هي just, just, already, and yet. Just, already, and yet. Just يعني للتو, already مسبقا, yet لحد الآن. It just يقول a short time ago, قبل فترة قصيرة مضت. هنا أنا شو نستخدمها؟ هنا أنا نستخدمها بحالة النفي والاستفهام. النفي والاستفهام. نقول Are you hungry? No, I have just had lunch. أنا للتو قد تناولت الغداء. Just هنا تأتي نفي واستفهام. Are you hungry? No, I've just had lunch. ومثل ما ذكرنا مسبقا بأنه الظروف إلها موقعين, يا ما يأتي بنهاية الجملة مباشرة, يا إما يكون إذا كان الفعل وسط الجملة يأتي قبل الفعل الرئيسي, سواء مجرد الفعل الرئيسي أو بإضافات. وكون تنتبهون لأنه الهاف مثلا هاي الجملة هاف وهاد, وحدة مضارع وحدة بالماضي, فهنا تنتبهون الهاف بالماضي وبالتصريف نفسه هاد هاد, فكون تنتبهون منو الفعل الرئيسي ومنو الفعل المساعد. دائما الفعل إذا أكو اثنين أفعال أو مثلا do و does, I doesn't do, فهنا تنتبهون دائما البداية إذا يستخدم كفعل مساعد وفعل رئيسي, دائما اللي يم الفاعل هو الفعل المساعد ورا يجي الفعل الرئيسي. فهنا نقول I have, ما نقول I just have لأن هذا فعل رئيسي, لا هذا مو فعل رئيسي, هذا فعل مساعد. I have just had lunch, أنا للتو تناولت الغداء. حالة الاستفهام have you just, مثل ما ذكرت دائما الظرف إذا بوسط الجملة بسرعة ندور على الفعل ونضعه قبله. I have you just arrived. نجي للأوردي. الأوردي إن أنا تأتي جملة مثبتة already مسبقا, كذلك الحالة أيضا تأتي في وسط الجملة قبل الفعل الرئيسي. نقول I've already paid. هنا أنا pay يدفع, paid paid نفس الكلمة. leave left left. بالنسبة لليت تبهوا هنا أنا تأتي للفعل للجملة المثبتة, الجملة المنفية sorry, والجملة استفهامية دائما موقعها في نهاية الجملة. has it stopped raining yet? I've written the email, but I haven't sent it yet. فهنا ننتبه للظروف اللي تأتي مع المضارع التام. هنا أنا يقول we can also use the past simple did. هنا أنا ما مهمة, يقول هنا أنا إذا ما يعني ما ذاكرين بأنه تستخدم مضارع تام أو ماضي بسيط فاستخدم الماضي البسيط عادي, ولكن إذا حددوك بالمضارع البسيط فلازم تستخدم مضارع بسيط, لأنه الماضي البسيط والمضارع التام هنا يمتلكن تقريبا نفس المعنى. هنا نجي لترتيب المضارع التام. أمثلة ينطيكم شرح للمضارع التام. هنا ترتيبها بين الماضي ولحظة التكلم. جنس live حياة جن بين الماضي ولحظة التكلم. هنا تنتبهون لل ever in the same way. هنا يقول when we took a period about a period of time and continue from the past until now, هذا الكلام شرحناه مسبقا. هنا بالنسبة لل ever أيضا هاي ever همات ظرف. ال ever هنا have you ever, هنا يأتي ويا السؤال have you ever eaten caviar, هل أنت مسبقا أو ولا مرة أكلت كافيار, يعني كم عدد المرات بمعنى. فهنا ال ever هم ما تتعلق مع ال just already وال yet ever.
وأيضا النيفر، هنا انتبهوا للنيفر. النيفر هنا بدل ما نقول haven't or hasn't نقول we have never، يعني هاي جملة من في النيفر هنا بدل النوت، تنتبهوا له. وشرحناها مسبقا بالمضارع البسيط، قلنا بدل doesn't يعني doesn't كلها أحذفها أو don't كلها أحذفها واستخدم never، بس هنا بالمضارع التام لا، نضع ال has أو ال have ورا ال not ورا ما قبل بعد، أو بدل ما نستخدم ال not نستخدم never. وكذلك الحال بالنسبة للبقية. هنا أنا قلنا عن ال been to، I've never been to Canada يعني أنا لم أذهب إلى كندا. Have you been there؟ أكنت هنالك؟ هنا أنا ظروف ثانية تدل على التكرار أو الاستمرارية بالزمن المضارع التام، اللي هي recently حديثا، اللي يدل على المعنى المضارع التام. Recently in the last few days في الأيام الماضية القليلة. Since I arrived منذ أنا وصلت، هنا أنا بعد since نستخدم جملة بحالة الماضي، since نستخدم معها جملة بحالة الماضي since I arrived أو since he went. هنا أنا نستخدم العبارات أو expression adverbs اللي موجودة المضارع التام، اللي هي recently حديثا، in the last few days في الأيام الماضية القليلة، so far so far على بعد على فترة من الزمن، so far since I arrived قلنا هنا بمعنى تأتي بعدها جملة جملة أو فعل وفاعل بحالة الماضي البسيط، فهنا تنتبهوا لها listens. فهنا أعطيكم مثال have you heard anything from Ben recently؟ هنا أنا هذين الظروف دائما تستخدم بنهاية الجملة. Have you heard anything from Ben recently؟ يعني مؤخرا هل سمعت أي شيء أو أي خبر عن Ben؟ I've met a lot of people in the last few days. يقول أنا قابلت كثير من الناس أو العديد من الناس في الأيام القليلة الماضية. فهنا أنا كل هذا نستخدمها بنهاية الجملة. عندكم هنا المثال الأخير It's good to see you again، من الجيد أن أراك مرة أخرى. We haven't seen each other، لم نشاهد بعضنا الآخر for a long time، لفترة طويلة من الزمن. هنا أنا هم تستخدم مع المضارع التام. هنا أنا بالملاحظة الثانية in the same way we use the present perfect with today, this evening, this year when these periods are not finished at the time of speaking. يقول هنا مرات نستخدم today, this evening or this year، ولكن من المستحسن عدم استخدامها. هنا أنا نجي لبرانش C which is the last point. We say it's the first time something has happened، مثل ما قلنا بأنه هو قد حدث وقت أول شيء وهو حديثا، هو شيء حديث. يقولنا we say it's the first time something has happened، يقول إذا الشيء لأول مرة قد استخدمه، يعني new formation يعني خبر جديد. Don هنا نعد أكو مثال Don is having a driving lesson. Don هو عنده درس سياقة. It's his first lesson، ده يذكر بأنه هو بأنه أول درس إله بالسياقة. فهنا شو نقول، شنو اللي القاعدة مالته أو شون راح يكون بالمضارع التام؟ يقول It's the first time he has driven a car، يعني أي شيء يكون لأول مرة نستخدم مضارع تام لأنه يكون خبر جديد. أو بالنفي بالنيجاتيف he hasn't driven a car before، before ما تستخدمها المضارع التام. he has never driven a car before، تبهتوا لها هنا أنا يقول قبل أبد ما كان يسوق، never
انتبهوا النذر، ما قال hasn't، قال has never، فانتبهوا النذر. In the same way we say Sarah has lost her passport again. This is the second time. انتبهتوا؟ يعني ملاحظة، أي شيء بتدرج، third time، first time، second time، هذا الإكسبريشن لمن ينذكر يعني بمعنى أنه هاي شغلة تقريبا حديثة، يعني هاي ثاني مرة، هاي ثالث مرة، يعني دي ينبه بأنه هاي الشغلة عادت، أو فهذا يعتبر حدث جديد. فهنا أنا نستخدم المضارع التام لهاي الفقرة. So for this point we will finish this lecture and say goodbye.